بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استكمال موضوعنا فيما يخص دراسات في الإلكترونيات، نتناول في هذا الفيديو عطفا على الفيديو السابق موضوع تصميم شاحن لجهاز خليوي موبايل بين قوسين، كيف يمكننا أن نشحنه. لو أردنا أن إعادة حل هذا ذاك المثال مع فرضنا مع مساعدة، هنا يعني عند تصميم الدارة نأخذ مساعدة مثال الشارة الصغيرة، وهو أيضا يعني مثال كثير يقال بزماننا الحاضر النموذج، هو يعني خطأ شائع، وأصح أن نقول مثال نموذج كلمة فارسية مثال كلمة عربية. إذا مساعدة مثال الشارة الصغيرة small signal، هذا small signal أو الشارة الصغيرة يساعدنا في فهم آلية العمل الموجودة عندنا. طيب، كانت هذه هي الدارة، نقول أنه بما أن الدايود يحمل عندي شارة، نقول أن عندي عفوا تيارا أن الـ ID 6 ملي أمبير كما حسبناه في المثال السابق 6 ملي أمبير، وبأن عندي الجهد الـ VAD هو عبارة عن 3 فولت، وقلنا أن الـ VD لكل واحدة أيضا قلنا أتذكر أنها 800 ملي فولت أو 8 بالعشرة فولت. طيب، ما رأيكم لو عملنا الآن نموذج صغير، يعني هنا صغرناه حتى نتأكد بالضبط ما الذي يحويه عندنا. نقول بهذا الإطار نقول بأنه عندنا الآن VAD، دعنا أوسع نفسي، على هذه الصورة من هنا أضع عفوا بدل الدايودات ماذا سأضع في هذا المثال؟ سأضع المقاومة الصغيرة لكل دايود، وفي الوضع الطبيعي لكل دايود هناك مقاومة، بس عندي هنا موجب سالب، هنا عندي الـ Vout، هنا عندي الـ VAD، هنا عندي الـ R. لاحظ أن أصبح عندي RD مقاومة كل دايود، لأن كل دايود في وضعه الطبيعي يقاوم تلك العملية. طيب، يعرف الـ RD resistance of diode تعرف بأنها عبارة عن الجهد الحراري مقسومة على التيار. الجهد الحراري في وضعه الطبيعي هو عبارة عن 0.0، دعنا نقول أنه 26 ملي فولت حتى تصبح عندي الأمور أوضح، نقول 26 ملي فولت على IX كما فرضنا هو 6 ملي أمبير، ملي مع ملي تذهب، 26 تقسيم 6، إذا R D أو مقاومة كل دايود هي عبارة عن 4.33 4.33. طيب، ماذا نريد أيضا الآن؟ نحاول الآن، يعني نحن عرفنا هذا الـ RD تعرفنا عليه، نعمل النموذج. نفرض أنه يوجد عندي الآن شارة صغرى، يعني الـ AD هو نموذج الآن الشارة الصغرى، نقول الآن أننا نفرض بأن الـ VAD الآن 100 ملي فولت حتى نعرف عن ماذا نتحدث. 100 ملي فولت، فنود أن نحسب الـ Vout الآن، سهلنا على أنفسنا، ونلاحظ بسطنا VAD نفسه مع على التوازي على التوازي، يعني نقول بأن الـ V بأن الـ Vout يساوي، استخدم نظرية ثابنن، أنا عندي الآن 3 دايودات، 3 RT على محصلة المقاومات عندي الـ R زائد 3 RD
مضروبة في الف اي دي. طيب لو أردنا أن نحسبها الآن انتضحها، تقول 4.33 ضرب 3 على 100 زائد 4 ضرب عفوا 4.33 ضرب 3 ضرب 100 ملي فولت، سأضعها ضرب 1 بالعشرة، ضرب 1 بالعشرة، أو حتى تعطيني ب 100 ضرب 10 أس سالب 3 ستعطيني كم؟ حوالي، لو فرضنا نحن الآن هنا وضعناها الآر هي 100، في آر دي وجدناها نعوض، إذا سيعطيني بأن الفي أوت تقريبا هو عبارة عن يعني حوالي 11.5 ملي أمبير. طيب 11.5 ملي أمبير، نحن عندما حسبناه في المثال السابق عندما أخذنا ملي فولت، عفوا 11.5 ملي فولت، أعتذر، عندما حسبناه في المثال السابق وجدنا أنه تقريبا 11 ملي فولت. إذا من خلال نموذج الجهد الصغير، هذا عفوا الشارع الصغرى، نفرض مقاومات للدايودات، هذه المقاومات تكون أقرب للواقع. لاحظ يعطينا أيضا في أوت أيضا قيمة أكبر للفي أوت في هذا الإطار. من المهم جدا على الطالب أن يعي هذه الفكرة. نؤكد أن 11 ملي فولت هذا هو الفرق الذي وجدناه بين 4 فاصلة في المثال السابق، 2.412 و2.411 تقريبا، يعني مشابه لهذا الفرق. كما أنا أؤكد على أن الدارات في العسل والهواتف على فروق صغيرة، من المهم حساب هذه الفروق والانتباه لها. يعني هذا أيضا أساليب تجعل آلية عمل الدارة أكثر دقة، عملية عمل الدارة أكثر دقة بالنسبة لنا نحن المصممين. طيب لو أردنا مرة أخرى أيضا أن نحل ذات المثال، ذات المثال، لكن ماذا هنا؟ هنا سأضعه إلى هنا، لكن إحنا في المثال الأول أو في المثال السابق فرضنا لا وجود لتيار متسرب، لا وجود، لكن هنا سنفرض أن وجد عندي هنا تيار متسرب بمقدار نص ملي أمبير. طيب وهو تيار يذهب، فرضنا أنه يذهب إلى إلى الهاتف الخارجي. طيب بقي عندي أنا هنا 600 ملي فولت أو 6 ملي أمبير، هنا الآن آي إكس. طيب تيار ذهب إلى الخاوي، لو أردنا أن نحسب التغير بناء عليه الدي في أوت، التغير في الجهد الخارجي عند هذا الكلام، التغير في الجهد الخارجي سيساوي أنا عندي التغير في التيار الذي ينفذ أو الذي يذهب إلى هنا مضروب في المقاومة، عندي مقاومات الآن، لاحظ أن عندي مقاومات موصولة مع الموصولة فقط مع الدايود في 3 ار دي، الار دي حسبناها قبل قليل. إذا التغير في الجهد الخارج أو في شارة جهد الخارج تساوي التغير في التيار، التغير في التيار مضروب في المقاومات. إذا نستطيع أن نقول الآن بأنه أنا عندي 0.5 ملي أمبير في 3 4.33، قلنا أنه عبارة عن الجهد الحراري على التيار الذي كان هو 6 ملي أمبير. لو حسبت أنت في الآلة الحاسبة سيعطيك أن دلتا في أوت يساوي 6.5 ملي فولت
لأنه يوجد عندي تغير بمقدار 6.5 ملي فولت. هذا التغير من يعني في حال كان في الواقع هو يحدث تسرب نحو الهاتف في هذا الإطار. وهنا نستطيع أن من خلال معرفتنا قيمة التيار الذي يتسرب ومعرفتنا بطبيعة الدايودات الموجودة عندنا كم هي الفروق الموجودة فيها، نستطيع أن نعرف كم هو الفرق في شارة الخرج والذي بلغ 6.5 ملي فولت. أرجو في النهاية يكون الفيديو قد أفادكم، لا تبخل علي بعمل الشير واللايك، اشتراك في القناة، كتابة التعليقات، طرح الأسئلة. مرة أخرى شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.